ايه قصة مسلسل الامبراطور؟ والله ما فيش. واللي حصل انه الشركة المنتجة اتصلت بيها بالتليفون وقالوا عاوزين يعملوا فيلم عن احمد زكي، مسلسل عن احمد زكي. وده كان متداول في الجرايد ايامها، يعني كان بيقالوا انه كان هيعملوا وحيد حامد الله يرحمه، الله يرحمه، وهكذا. فكلمت وحيد، قلت له وحيد في ايه؟ ايه المشكلة يا حبيبي؟ لانه وحيد صديق قوي يعني. انت عملت ايه؟ الناس دي اتخانقت معاهم ولا ايه؟ تعالى نصلح الموقف، يعني لو في اي مشكله نصلح الموقف، لان انت تعرف احمد كويس وانت كاتب قدير يعني. فقال لي بص يا باشا، مش انا مش فاضي، بجد مش فاضي. وبعدين ده كل اللي كان يعرفه احمد زكي لسه عايشين، طب انا هعمل ايه يعني؟ قلت له طيب يا وحيد، يعني انت، قال لي بعمل الجماعه الجزء الثالث ومش فاضي. معلش فعلا، واشكرك جدا انك انت اتصلت بيا ورجعتني لزمن جميل كان الناس بتتصل بيا بالتليفون عشان تصلح الامور يعني. بس ومن ثم رحت الشركه وقالوا ان عاوزين يعملوا كذا، وهيبقى في بنعتمد بشكل اساسي في البحث عن على الانترنت وعلى الحاجات المكتوبه وعلى الجرايد وكده يعني. ومن ثم وبقى كل من له علاقه بالموضوع، كل من ما يحب قعدنا نشتغل في ده فتره. عملت حلقتين وعملت تريتمنت واسع ازاي هتمشي الحكايه يعني. وفوجئت ان هم بيقولوا لي بقى معلش ستوب، ايه يا جدعان؟ قالوا هنوقف شويه عشان الورثة زعلانين وبيعملوا مش عارف ايه وبتاع ده كان بعد وفاة هيثم ولا قبل؟ قبل وفاة هيثم. طيب ولماذا؟ لا اظن بعد وفاة، بعد وفاة هيثم، بعد وفاة هيثم. فتم التوقف علشان خاطر القصص القانونية اللي دايرة بالزبط على موضوع ارث وتراث احمد زكي يعني. يقول الى مين بالظبط؟ لا ما تفهمش، ما تقدرش تفهم. هو لو كان ارث، هو كان خلاف، خناقة، ناس عاوزة يتعمل المسلسل، الناس مش عاوزه يتعمل المسلسل، الناس شايف انه احمد عمل وصيه انه ما يتعملش عنه عمل درامي وهكذا يعني. كان في كم هائل من الغلوشه حوالين الموضوع في الفتره دي. انا جالي مثلا الاف المكالمات التليفونيه، ناس عاوزه انها تدلي ودلوها في وفاة احمد زكي. يا جماعه طيب، بس انا لما احتاج لحد هقول والله. أيوة. طب خلي بالك من هو كان عاوز، ما انا كنت اعرفه سنه كذا وسنه كذا، مش عارف. حاضر انا اوكي. وهكذا يعني لغايه لما توقف الحكايه. وانا مش فاهم ايه الموقف، انا مش فاهم ايه الموقف بالظبط. طب هنا انا حتى كنت بتكلم في ده قبل ما حضرتك تدخل الاستوديو، هل نعمل حتى لو افترضنا انه هيتم الاستئناف بتاع الدراما بتاع المسلسل، يتعمل مسلسل عن احمد زكي ولا يتعمل فيلم عن احمد زكي؟ يعني انا من انصار دايما السينما هي الذاكره مش التلفزيون. لو انا بحب السينما اكتر من التلفزيون. طيب يعني انا بحب السينما قوي، لان السينما هي عشقي وهي عالمي اللي دخلت منه الباب ده يعني. طب لكن صاخب المخيل ايوه كان عاوز مسلسل، المنتج شايف انه عاوز مسلسل. لكن بما انه المشروع واقف، هل تعتقد انه يفضل استاذ شريف، استاذ بشير الديك، يريد الاستاذ بشير الديك يدفع حتى الاستاذ بشير الديك في انه يصنع فيلم عن احمد زكي؟ هو يريد اقربهم يعني، يريد دون ان يدفع او يحبس او يعني. لكن فعلا انا نفسي اعمل فيلم عن احمد، لان احمد كان صديق عمري يعني، صديق صديقي يعني. بدأنا مع بعض تقريبا يعني، يعني هو كان عامل اول افلامه وانا بعمل اول افلامي تقريبا يعني. وتاني فيلم جبته فيه على طول اللي هو طائر على الطريق، كان بطولته، وكان معاه فريد شوقي وفردوس عبد الحميد واسر الحكيم. وبعدين فريد شوقي لما لقى الله يرحمه يعني، لما لقى دور احمد زكي ده البطل، فكلمني قال لي انت اتجننت، ده جايب ولد لسه كده بطل عليا، لسه جديد ولسه طالع، يبقى هو جديد وطالع وبتاع. قلت له بس هو كويس قوي يا ملك، كنا نقول له يا ملك. وبعدين هقول لك على حاجه، لو انت ما خدتش بايد الناس دي مين هياخد بايده؟ احنا بنعمل فيلم باسمك، فيلم بطوله فريد شوقي، خلاص بيتباع ويتوزع ويتعمل. لكن لو عملت باسم احمد زكي ما حدش يعرفه لسه. فاحنا عاوزين نعمل الفيلم وعاوزين كمان تاخد بايده هو واثار وفردوس وكده.
قال لي تمام يا حياتي اوكي. والله ما خد غلوه على طول دقيقتين يعني. فرحت للمنتجة قلت لها الحقي بسرعه روحي امضي مع الاستاذ. وفعلا اتعمل الفيلم طبعا احنا كلنا شفنا كان اخراج محمد خان. اه طبعا